شكرا دكتورة هالة. بداية أحب أشكر دكتورة شيرين على الدعوة والمشاركة للحضور، أشكر البانل التشير بيرسونز وجميع الحضور. إن شاء الله ماي سيشن ويل بي إزاي إن أنا أبتدي أعمل كنترول وإزاي أبيك الكنترولر اللي هو يناسب الطفل. كلنا عارفين طبعا ان الانهيلد كورتيكوستيرويدز هي لازالت المين كورنر ستون في الكنترول او كانتي كنترولر ميديكيشن في حالات البرونكيال ازمه البرزيستنت بمختلف السيفيريتيز بتاعتها. وده الجينا جايد لاينز اللي هي 2023 يعني في كل الستبس اللي هم في الاطفال. بالنسبه لو هنتكلم على الحاله الاولى اللي عرضناها الاطفال 5 سنين او اقل، في ديفرنت ستبس كلها هنلاقي ان الهيل كورتيكوستيرويد موجوده ككنترولر ثيرابي لحالات البرونكيال ازمه. طب ليه؟ لان احنا عندنا الانهيلد ستيرويدز ليها تو افكتس. في حاجه بتبقى نون جينوميك ودي بتبقى ايرلي بتاكت كويكلي within seconds او minutes، ودي اللي بنعتمد عليها كانتي انفلاماتوري في حالات الاكيوت اكسسربيشن اوف ازمه. بتاكت من خلال الريسبتورز ومن خلال على البلمونري فاسكوليتشر اتسلف، بتقلل الهايبر بيرفيوجن والبرميابيليتي وبتقلل الريموديلنج اللي بيحصل مع كل اكيوت اكسسربيشن في حالات الانكنترولد ازمه. انما اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هو الجينوميك مود اوف اكشن. وكلمه جينوميك يعني انا دلوقتي بتكلم على مستوى الجينز، مستوى الكنترول الانفلاماتوري بروسس اللي موجوده في حالات البرونكيال ازمه من خلال الافكت على الستيرويدز ريسبتور. بتاخد من اورز تو دايز، وفي الحاله دي الانهيلد ستيرويدز او الستيرويدز بتعمل لي سويتش اوف للجينز المسؤوله على الانفلاماتوري بروسس في حالات الازمه، فبتبلوك السينثيسيس اوف ال برو انفلاماتوري سايتوكاينز وبتنهانس السينثيسيس اوف الانتي انفلاماتوري بروتينز. طبعا احنا اول اكيد كلنا مثلا بنشوف الامهات اول ما بنقول بخاخه الكورتيزون تبتدي الامهات اولا عندها مشكلتين، مشكله في البخاخه نفسها انها it may be addictive، تقول لا انا مش عايزه ادي بخاخه لان الشايلد هيتعود عليها وخليني اخد نيبولايزر احسن. والحاله الثانيه ان كلمه كورتيزون في حد ذاتها بتبقى مرعبه للفاميلي، ان ممكن على الوقت المدى الطويل يحصل لي ادفرس سيستميك سايد افكت. ازاي انا بقى كفيزيشن او بالمينولوجيست اختار الكنترولر بتاعي بحيث ان انا امنتين البوتنسي وفي نفس الوقت اقلل السيستميك ادفيرس افكتس؟ لازم اكون في حاجات احنا عارفينها او نعرفها. الفيت بتاع الانهيل كورتيكوستيرويدز ايه؟ طبعا كلنا لما الطفل بياخد البخاخه بيبقى فيه الفراكشن من الانهيلد بيبقى ديبوزيتد اوروفارينجيلي، والاوروفارينجيل ده بيبقى ابزورب من الجي اي تي، وبالتالي في جزء منه بيحصل له ان اكتيفيشن في الليفر من خلال ما يسمى بالفيرست باس ان اكتيفيشن، والجزء الثاني بيبقى ابزورب، ممكن ده يؤدي الى سيستميك سايد افكتس. الجزء اللي بيروح في البالمونري هو الجزء اللي انا عايزه اركز عليه، وده بيعتمد في الاكشن على في البالمونري اير واي او الفاسكوليتشر على الانباوند فراكشن بتاع الانهيلر اللي هو ما هواش باوند تو اي بلازما بروتين، الريزيدنس تايم اللي موجود فيها الانهيلر والكونسنتريشن بتاعه في البالمونري اير وايز او الفاسكوليتشر، وكمان ما هو مهم الريسبتور افينيتي اللي هنشوف بعد كده انه بيختلف من وان انهيلد بورت كورتيكوستيرويد تو ذا اذر. لازم نعرف ان الجزء المعتمد عليه اللي بيوصل للبالمونري ديبوزيشن بيعتمد على البروبيلنت وعلى الانهيلر، لان ده اللي بيأثر على السايز بتاع الايروسول نفسه. فلو جينا بصينا اون ذا ليفت هنلاقي ان الميتر دوز انهيلر ممكن تعمل لي ديبوزيشن من 10 ل 15%، في حين مودز ثانيه او انهيلر ديفايسز ثانيه زي التربو هيلر او الريسبي مات ممكن توصل لي ل 50,000. This is very important وانا بعمل selection للمود اللي هياخد بيها الطفل.
الحاجة التانية اللي مهم نعرفها ما هي الفارماكو داينامكس والفارماكو كايناتكس بتاع الانهيل ديسترويدز، لانها بتفرق من وان ستيرويد تيل ذا اذر. ايه الفرق بين الداينامكس والكايناتكس؟ الداينامكس هو تأثير الدراج على الجسم نفسه، وده بيعتمد على مينلي على الريسبتور افينيتي للاسترويد للريسبتورز الموجود. انما الفارماكو كايناتكس بقى هو ازاي الجسم اصلا بيأثر على انهيلد كورتيكوستيرويد، ازاي بيبقى ابزورب، ازاي بيبقى سكريتد، ازاي بيبقى اليمينيتد، ازاي بيبقى كلير. ف this is very very important to be known على inhaled steroids. يبقى انا عشان اختار steroids تكون تديني افكاسي عاليه وليس ادفيرس افكتس، يبقى انا لازم يبقى عندي لو اوروفارينجال ديبوزيشن، وبعد حتى الجزء اللي بيبقى ديبوزيتد كل ما كان عندي لو اورال بايو افيليبيليتي ولو بالمونري بايو افيليبيليتي، يبقى انا كده السكريشن الابزوربشن للسيستميك سيركيليشن بيقل. كل ما كان عندي كونسنتريشن اعلى في البالمونري اريا والريزيدنس عندي بيبقى اعلى، يبقى ده اكيد هيبقى مور بوتنت عن بيبقى less deposition و less residence time. الهاي ريسبتور افينيتي، وهنشوف لما نيجي في الارقام ان بيختلف من انهيلر للتاني. كل ما كان عندي هاي بلازما بروتين بايندنج للالبومين وافيشنت سيستميك كليرنس، يبقى انا كده بيبقى عندي less systemic adverse side effects. ودي طبعا الانهيلد ستيرويدز اللي احنا كلنا عارفينها او بنشوفها مع العينين عندنا، سواء الفلوتيكازون بروبيونيت، الباديزونايد، البيكلوميثازون، والسيك ليزونايد اللي هو التنتافير او الالفيسكو. طبعا الدوزز بتختلف على حسب انا بعمل ستيب اوت اب او ستيب داون للستيرويدز بلو او ميديوم او هاي دوزز. دي بقى الارقام اللي احنا يجب ان احنا نعرفها، وبتفرق من وان انهيلد ستيرويدز للاخر. لو جينا هنا بصينا هنلاقي ان الفلوتيكازون بروبيونيت اللي هو الفليكسوتايد اللي احنا بنستخدمه، لو جينا بصينا على الريسبتور افينيتي بتاعته هنلاقي انها اعلى من الباديزونايد، ودي مهمة جدا في الفارماكو داينامكس. لو جينا بصينا على البيكلوميثازون أو السيكليزونايد هنلاقي إن في تو رقمين مختلفين جنب بعض، وده لأن التو دراجز دول بيبقوا انهيلد إن أن إن أكتيف فورم، أو هما برو دراجز ولما بيروحوا جوه اللونجز بيبقوا أكتيفيتد من خلال الإستريس. كل ما كان اللايبوفوليسيتي وهي الـ ability to penetrate to the phospholipid membrane أعلى، وكل ما كان الـ aqueous solubility أعلى، يبقى أنا كده ضمنت إن الـ concentration بتاعي في الـ pulmonary area بقى أعلى والـ residence time بتاعي بقى أعلى. كل ما كان عندي بروتين باوند، الانهيلر بيبقى باوند للبلازما الالبومين او الكليرنس بتاعه بقى اعلى والبايو افيليبيليتي اقل، يبقى انا كده لس ابزوربشن ولس ادفيرس سايد افكت. فدي معلومات كلنا يجب ان احنا نكون عارفينها قبل وانا بيك ماي كنترولر. طيب الجزء الثاني بالنسبه للحاله الثانيه اللي احنا قدمناها اللي هي مور ذان 6 ييرز، طبعا كلنا عارفين وان اوف ذا بيست كنترولر هو ان انا بجمع الانهيلد كورتيكوستيرويدز مع اللونج اكتنج بيتا اجونست. ولكن هنا بس بحب اعمل ستريس على الايج، ان الايج لازم يبقى 6 بيوند. اكتشولي انفورتونيتلي ان احنا بنشوف روشتات كتيرة ممكن بيكتبوها من بداية من 6 months or even 1 year، فبليز نريستريكت لديس ايج جروبينج. طب ليه هما الاتنين مع بعض بيدوا باتر كنترولر افكت؟ لان هما بيعملوا نوع من السينرجيزم الستيرويدز كأنتي انفلاماتوري واللابا كبرونكو دايليتر، ولكن اللابا بتنهانس the number of كورتيكوستيرويد ريسبتر، والكورتيكوستيرويد بتنهانس اللابا ريسبتر وبتمنع لنا البروسيس of تاكيفيلاكسس. Now we will go to the next section. Thank you very much.